يا صباح الحب، يا صباح الخير على كل متابعينا ومشاهدين شاشة الذاكرة والفضائية، وصبحكم الله بألف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم جولتنا حتكون في أحد محلات لبيع الأواني المطبخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أخبارك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ. اليوم احنا نلاحظ أنه إقبال على أواني المطبخ والمواعين والفربور بشكل عام، شلون تشوف إقبال الناس عليه؟ أكيد إقبالهم قوي عليه، لأن هن من الشغلات المستهلكة بالمنزل يستهلكون، ودائما البيت يستهلك هاي الشغلات. إذا كانت ست البيت تحب تشتري شغلات جديدة للمطبخة، بالإضافة إلى ديزاينات وتصاميم سنة على سنة قاعد تنزل أحلى وأرتب وأجمل. إيه؟ نلاحظ الفترة الأخيرة إنه المواطن بشكل عام أو المرأة يعني بالمطبخ بد أتكيت معين. بالضبط. يدور فد يعني مثلا لون معين أو فد نوعية، أو تشوفه على الفيس يقول أرد تعجبنا هاي آخذها. من يجي هنا هم ما تنحتار؟ طبعا اكيد، لان هي نحن عندنا من كل مثلا الجلاصات عندنا تقريبا عندنا اكثر من 30 موديل جلاصات، اذا كان احجام او كان يعني طويل قصير. هاي ابسط شيء الطاوات، خاصه هسه قلت لك ديزاينات جت كلش يعني كلش حلوه وكلش يعني تفرق عن القديم. ناخذ جوله بالمحلات نشوفه. دير بالك نانا، اليوم احنا بكل مكان نلقى اكو محل مال اواني منزليه. اليوم اني مو بمصلحه، فشلون اميز انه هاي الحاجه اصليه او مو اصليه؟ ها هنا الاصلي. اكو وكالات ومحلات يشتغلون يعني لهم اسمهم، يعني البراند خاص لهم، واي محل كان يعني يستفرد بضاعته. يعني مثلا انت نحن هذا قسم المطبخ عندي، انا قسم المطبخ عندي باع مثلا، انا عندي القواري مال شاي مثلا، مو مطروقه هاي العاديه الستيل، وهاي لا سلستيل طلع ثابت بالغزل ما يروح بالنار ما يروح. بالاضافه الى عند المنشأ مالته، المنشأ مالته تركي صناعه امتياز بريطاني. الامتياز اي بمعنى الديزاين التصميم، لان عندنا مدير تصميم مدير ديزاينر ومصنع موافقه من مجلس الاداره، يلا يوافقون على انتاج قطعه وهيش باقي القطع بالمحل، فتلقى يعني انت الشغلات اللي عندنا مميزه جدا. عندي الجلاصات قلت لك بحجم كل انواع، هذا الجلاس انواع نوع صغير يجي شلون نقول جلاس مال ماي زمزم نقوله بالضبط، مال التقديم مال خطه. عندي هذا جلاس حراري، يجي جلاس حراري مال حليب مال شاي مال نفر. عندي الصواني اللي هي اكريليك كلها تجي، الاكريليك اي بمعنى لا تتشخط وغير قابله للكسر، هي قابله للكسر بس قويه تجي جدا. عندي بعد المواعين بالضبط، يعني احنا المطروقه المواعين مالتنا، المواعين المطروقه عاديه مجرد فرفوري، نحن لا نزاكه. بالضبط نزاكه انتيكه شلون بنقول نحن المواعين مالتنا. هاي عندي القاروره، قاروره مال ماي عصير يتخلى بيها، مو مثل هالقارورات العاديه. بالضبط. بالاضافه الى عندي الجلاصات مال التقديم تجي قطعه ثخينه جدا، يعني من الصعب كسره، مو باقل وقعه نقول ينكسر. تجي السيتر هاي مال كاستر مال جيلي مال التقديم مميزه شوي. مميزه بالضبط، مو يعني همات مو مثل المطروقات اللي هن اجن صغار. هاي نفاله اي مثل النفاله، قلت لك غير شكل، قلت لك هسه نحن ديزاينات كل الديزاينات تختلف عن ديزاينات قبل، كل ديزاينات حديثه مقدمه فواكه حلويات شوكليت ممكن. اي بالضبط تجي شطح، لان نحن مثلا علبه الحلويات مو تجي باكيت تنشال من الباكيت تتخلى هنا تصفط. هاي اخضر شو حسن شلون مال قبل يعني؟ اي طبعا خلي اغلى توقع. حسب يعني اخضر مال قبل كان هو هيك بلاصات. اي طبعا مو هسه نحن قلت لك المراه تحب تتفنن بالمطبخ مالتها على اللون، على لون شنو المطبخ مالتها، مثلا الاخضر خضارات تشتري جلاس خضارات، السكاكين اخضر، معالق اخضر اكو، فناجين مال قهوه اخضر ابيض، فنحن لازم نقبل عليه هذا؟ اي طبعا اكيد، ننوع بالالوان مال الجلاسات، مو بس شفاف فقط، لا عندنا الاخضر عندنا الاحمر يجي. هذا عندي عده الوان بيه، هاي دولجا اكريليك بلاستيك اكريليك نوعيه غير قابله للشخط. اذن استاذ عندك ذني الجلاصات، عندي هذا اكثر من موديل،
الكبير الصغير والهيج اي يجي ويا الاطول مالته. اي قوالب مال الثلج يعني عندي انا مو بس يعني مستفرد بشغلات شلون نقول مختلفه عن باقي المحلات وباقي الديزاينات المطروقه، كل شيء عندي يعني هنا حسب الموضه مثل ما نقول. هاي الصواني مثل ما قلت لك كلها اكريليك اشتغل مو بلاستيك عادي، هذا يعني ما يشخط بالغسل اذا كان سفنجه او سيم ما يروح لونه. ايه اي ما شاي ما نسكافيه كوباتشينو يرهام باع على هذا. الالوان هذا عندي حاليا فقط هذا اللونين بنفسجي والازرق، وعندي ديزاين وهذا ماتل شلون ما نقول باع القوري هسه بالجديد يجي هيك القوري مال القبر راعه والستيل كله هالديزاين يجي هذا وال هذا بس هاللون اجى فقط. ايه طالع عليه هذا ماتل طبعا اكيد العالم من يشوف شيء غريب تجي تنجلب الها، خاصه ان احنا عندنا تخفيضات مستمره مالتنا على طول الموسم عندنا تخفيضات. العالم بعض الناس انه العوائل انه دور نزاكه، انا بلاحظ انه هذا فشيء يعني بالضبط مو نزاكه يعني كلش نزاكه وكلش يعني مو نقول هوسه و فشيء مرتب. عكس اقول لا عوائل دور شيء استهلاكي مثلا. احنا عندنا بالضبط شغلات استهلاكي مو بس هيك شغلات مثلا نقول كلش هذا سيت يجي سنه هاي بعد نحن مرهمينها الصينيه. هاي واحد نحن مرهمينها الصواني صواني هاي تجي ستيل سلستيل همات، وهذا يجي سيت هو الفنجان فناجين ست قطع والجلاسات مال شاي ست قطع يجي سيت كامل. نحن اي نحن الرهم يعني بعد هذا باكيته يجي سيت ست قطع بست قطع يجي هذه السيتات مال المواعين همات ديزاينات مالتهن الوانهن طبعا غساله ايد غساله غسل بالايد وغسل غسالات الصحون يرهم كلها حالتين الطلاء ثابت يجي قلناها على الغسل انه دائما اللون يروح. لا مو ليش قلت لك اكو يعني مثلا محلات مستفرده بضاعه الكواليتي مالتها جدا عالي يعني انه انا الحاجه اخذها من عندهم تبقى طويلة الأمد مالتها يعني شو ما نقول فلوسها بيها شغلة جدا الجدورة عندي آني الجرانيت اشتغل بيها الجرانيت هنا والطاوات شيء جدا عملي سلي ستيل جرانيت من جرانيت حقيقي من الداخل لا يلكع لا بالغسل يروح لونه لا بالحرارة ممكن اللون مالته يروح الفضي أو هذا اللون يبقى هو هو إذا كان بالحرارة أو بالغسالة الصحون بالاضافه للجدر الكلاسيكي ديزاين واحد اي قياس واحد بالضبط اجي عندي بس لونين يعني يجي به الاحمر وهذا اللون الاحمر لا حسب لون المطبخ المراه اللي يرهم عليها بشكل عام انه يا لون يرغبون مثلا يعني بقى بشكل عام قلت لك يعني عندي الخضارات يرهم البيجي الاسود الالوان الغامقه قاعد لها سحب عليها اكثر من الشفاف اصلا بحال انجلش قالب مال كيك هذا مو مثل مالتنا اهل قبل شان امهاتنا عاديه يختلف عندي هذا هذا لا بي الرصاصي مالته اي يختلف القالب يعني هي شكل الكيكه تطلع طبعا اكيد الحراره تاثر بالحراره لا طبعا بالفرن درجه حراره 180 كل شيء ماكو عليهم اي طلاء ثابت و مقاوم الحراره عاليه اي جدر عندي جدر صغير وبعد طاوله الاصغر بعد مال بيضه واحده مو قلت لك احنا هسه يعني بعصر شيء كلش نزاكه شيء كلش يعني ندور وين خلي دهن اي ماكو دهن بدون دهن يعني مال نفر واحد اكيد طبعا كل شيء هنا اكو طلب عليه وتكرر هذا الموديل اكثر من مره صار عليه طلب وكررناه عندنا وعندنا هاي الطاوه هاي السبت الجديد مع الموضه اي مقسومه قسمين خاف المراه العراقيه تحب بس طماطه بس بيض بيض وصل لها قسمين تقدر تسوي اكثر من اكله بطاوه واحده هاي سيت كامل يجي شفيات شف ومال الجدر كماشه يجي نفس الوقت
ذني عندي ممالح احجامهم حجم كبير ووسط ست طاوات عندي طاوه بحدد لا تحب يعني احد ياخذ ستات جرانيت كله جرانيت جرانيت افضل نوعيه بالجدوره والطاوات يجي شكرا جزيلا لك كل الهلا استاذ شرفتونا الله يسلمك يخليك طبعا انتم مثل ما لاحظتوا وشفتوا انه انواع موديلات هواي خاصه الفتره الاخيره انه كثرت الموديلات بالمحلات بنلاحظ انه حتى بدنا نشوف انه موديلات جديده غريبه حتى منازل السوق انه اول مره نشوفها طبعا ان شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من جولتنا في ختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل